أنا سعيد، أنا الكائن الوحيد على وش الأرض اللي عمره ما ذاق طعم السعادة ولا يعرف معنى اسمه. بداية الحكاية في يوم 28 فبراير 2005، سمعت صوت زعيق جاي من أوضة أبويا وأمي. مش عايز أشوف وشك تاني، هو أنت فاضيالنا؟ قفلت الباب وجريت مفزوع يوم عيد ميلادي، مش عارف ايه اللي حصل. في يوم 4 يناير 2021 صحيت على صوت المطر مش صوت المنبه، وأنا رايح الحمام عشان يبدأ يوم الروتين. بصيت في المراية لقيت وشي ما اتغيرش، نفس الشخص التعيس اللي بشوفه كل يوم، مش عارف ليه لسه ما طفش مني زي الباقي. مسيره هيمشي، عارف انه هيزهق مني، انا اصلا زهقان مني. ده هاكر يا عم، فضيت عليه خزنة كاملة وما ماتش. نفسي اعرف انت جايب الروقان ده كله منين. مشكلتك ان انت ما بتعرفش تريح دماغك. انت بتريحها ازاي؟ اقول لك وما تزعلش يا عم، قول بجد بقى يا عم. هقول، عارف البيت المهجور؟ عارف. هتروح هناك هتلاقي واحد هيطلع لك على طول، اول ما تقرب منه هتقول له انك من طرفه، هيديك حاجة ايه؟ تعال حشيش. الحاجة دي حلوة يا اسطى، هتنسيك الام الماضي. الناس فاكرة ان الكوابيس في الاحلام، انا كوابيسي قبل النوم. انت فاشل، انت فاشل يا اسطى، هتنسيك الام الماضي. مش عايز اشوف وشك تاني. الحاجه دي حلوه يا اسطى، هتنسيك الام الماضي. وشك يا اسطى، هتنسيك الام الماضي، 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 هتنسيك الام الماضي. انت فاشل. هتنسيك الام الماضي.
يا صاحبي، بتدور على حاجة هنا ولا عايز حاجة؟ بدور على واحد اسمه سيد، انت عايز حاجة ولا ايه؟ عايز اشتري منه حاجة كده. انا سعيد يا صاحبي، اذا معاك حاجة امرني، عايز حتى 100 حتى 50 في 200 على فكرة لو عايز. يعني ايه؟ شكلك كده جدع. طب انت ليك في الضرب؟ طيب عايز حتى حشيش. حشيش ايش يا صاحبي؟ ودي يظبط ابقى اعبط منك. خد يا صاحبي، خد دي لفها وسيحها ومس على القصبة الهوائية. في يوم 1 مارس 2021، خلاص ما عادش عندي حلول تانية، الانتحار هو الحل الوحيد. فكرت في طرق كتير، ما لقيتش غير طريقة واحدة سهلة، حبيت الغلب.